التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. وصرح متحدث رسمي باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني عقد جلسة مباحثات موسعة، أكد خلالها الرئيس السيسي حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدبي السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس ورئيس الوزراء الياباني عقدا جلسة مباحثات موسعة، أكد خلالها السيد الرئيس على ما تحظى به اليابان وحضارتها العريقة من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، ومن ثم حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة. من جانبه أشار السيد كيشيدا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة، مشيدا بما حققته مصر على الصعيد التنموي لا سيما في إطار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما ساهم في تحفيز الشركات اليابانية على مضاعفة نشاطها في مصر